أتعابها كانت 10 بيضات. من هي المحامية الشهيرة مفيدة عبد الرحمن؟ أبوها كتب المصحف الشريف 19 مرة وفضلت الجواز عن كلية الطب. كان عندها 9 عيال وجوزها السبب في نجاحها رغم أنه كان معاه الابتدائية، فبقت أول ست بتشتغل محامية في مصر وأول واحدة تترافع قدام محاكم القضاء العسكري وأول ست تبقى عضو في مجلس إدارة أحد البنوك في مصر. وكانت أتعبها في البداية 10 بيضات في منديل أو 5 تفاحات. أول أجر ليها كانوا 10 جنيه في قضية مخدرات، وترفعت عن 400 قضية وفضلت تشتغل لحد 80 سنة. يا ترى مين هي مفيدة عبد الرحمن اللي رجت حيطان المحاكم؟ سنة 1914 نورت مفيدة عبد الرحمن الدنيا، وكان حظها في رجليها. ففي الوقت ده الأسر كانت بتخلف ومش شغلها تعليم عيالها، لكن أبوها عمنا عبد الرحمن كان متعلم وخطاط للمصحف. قال مفيدة بنته وولاده التانيين أنا هعلمكم عشان الشهادة اللي هتنفعكم. وفعلا عمنا عبد الرحمن كتر ألف خيره علم مفيدة لحد ما خدت الثانوية. في الوقت ده بقى مفيدة كانت حلوة، والشبان عمالين يخبطوا عليها البيبان عايزين يطلبوا إيديها من أبوها، رغم إنها كانت بتحلم تدخل كلية الطب زي أختها توحيدة. قالت وماله، أدي نفسي فرصة وأجرب حظي في الجواز الأول. أصلها سقطت في مادة في الثانوية، فلما شافت الكاتب الإسلامي محمد عبد اللطيف اللي كان بيمتلك مطبعة وقتها، قلبها مال لي وتجوزه بعد ما طلب إيديها من أبوها. وفي يوم ما وهم في شهر العسل راحت مفيدة تمتحن الملحق، وطبعا معرفتش تدخل كلية الطب. فجوزها قال لها إيه رأيك يا مفيدة تدخلي كلية الحقوق؟ قالت له اللي تؤمر بيه يا أستاذ عبد اللطيف. سلام، أصل كان الشهادة لله شخص كان سابق عصره، مش قفل يعني، بيشجعها على التعليم وبيحترمها، لدرجة إن مفيدة بتقول في مذكراتها إنها عاشت أحلى أيام مع جوزها، وكانت أسعد زوجة لمدة 48 سنة، وكانت حياتها الزوجية قايمة على الاحترام المتبادل والتضحية المتبادلة. فعلاً خدت مفيدة عبد الرحمن الليسانس، رغم إنها كانت مخلفة في الوقت ده 5 عيال، وجوزها كان بيساعدها، وتسجل اسمها في نقابة المحامين. وتدربت بمكتب أحمد نجيب برادة باشا لمدة 6 شهور. بعدها فتحت مكتب للمحاماة بالحسين جنب مطبعة زوجها. من هنا بدأت رحلتها في عالم المحاماة، فرفعت قضايا للعمال والفقراء من غير فلوس، واللي كان بيديها 10 بيضات على اللي عنده تفاحتين، لحد ما خدت أول 10 جنيه وكانت في قضية مخدرات. كانت أول قضية مفيدة عبد الرحمن اترفعت فيها هي قضية قتل غير متعمد، وفازت بيها وبرأت موكلها، ومن هنا نزلت القضايا عليها زي الرز، حتى وهي حامل كانت بتروح وتترافع عن القضايا، وبقت أول محامية تقف في محكمة نقض مصرية. وما اكتفتش مفيدة عبد الرحمن بكده، دي كانت بتسافر إنجلترا والسويد والنرويج بدعوة من هيئة الأمم المتحدة لدراسة نظم الأسرة والطفولة وتطبيقها في مصر. وبقت مفيدة عبد الرحمن رئيسة الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات بالقاهرة مع مناصب كتير جدا، لحد ما بقت أشهر محامية في مصر. Thank you.